السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ في كورس جديد اسمه المبادئ الأساسية للحاسب الآلي. هنستعرض بس دلوقتي كده الحاجات اللي هنتكلم فيها على مدار الكورس بتاعنا، وإن شاء الله نبدأ المرة الجاية من أول بداية الكورس بتاعنا. هنتكلم على مجموعة فصول، هما 7 فصول. الفصل الأول بنتكلم فيه عن مقدمة عن الحاسب الآلي، هنشرح فيه يعني إيه الحاسب الآلي وإزاي الحاسب الآلي نقل الناس للنقلة اللي هم فيها دلوقتي، المميزات اللي بيتميز بيها الحاسب الآلي. بعد كده هنتكلم على نبذة عن تاريخ الحاسب الآلي اللي هي الأجيال اللي مر بيها الحاسب الآلي عشان يوصل للي احنا عليه دلوقتي. بعد كده هنتكلم على الأعمال أو الاستخدامات بتاعة الحاسب الآلي في المجالات الحياتية بتاعتنا، هنلاقيه موجود في تطبيقات كتيرة جدا جدا من تطبيقات الحياة اللي احنا عايشين فيها، سواء كان بقى زراعة، صناعة، مطارات، يعني حتى في المولات اللي هي المولز والسوبر ماركتس بقت موجودة فيها، يعني في جميع مجالات الحياة. ده بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني هنتكلم على مكونات الحاسب الآلي. هنركز في الفصل الثاني على المكونات المادية للحاسب الآلي، لأن بعد كده في الفصل الثالث هنتكلم على الأوبريتنج سيستم اللي هو المكون الأساسي الثاني للكمبيوتر سيستم أو الحاسب الآلي، لكن في الفصل الثاني هنستعرض المكونات المادية للحاسب الآلي. هنشوف إن الحاسب الآلي أو الكمبيوتر سيستم عامة، لما تسمع كلمة كمبيوتر سيستم فإحنا بنتكلم على حاسب آلي. الكمبيوتر سيستم بصورة عامة هتلاقيه بيتكون أساسا من مايكرو بروسيسور، من ميموري، من الحاجة اللي بتربط المايكرو بروسيسور بالميموري بالانبوت اوتبوت بقى، الحاجات اللي هي احنا بنسميها الباسز او السيستم باس. بعد كده بقى الانبوت اوتبوت انترفيس والحاجات دي كلها، دي هنتكلم فيها في الفصل الثاني في المكونات المادية للحاسب الآلي. ده احنا هنلاقي المايكرو بروسيسور نفسه بيتكون من اريثماتيك لوجيك يونت، بيتكون من كنترول يونت، بيتكون من ريجسترز، بيتكون من فيري هاي كلوك. هنقول ان شاء الله الحاجات دي كلها في الفصل الثاني لما نجي لها في وقتها. الرام او الميموري بصفه عامه هنلاقيها هي نفسها عباره عن يا اما تكون ريد اونلي ميموري يا اما تكون ريد اكسس ميموري. الريد اونلي هنلاقي في منها انواع كتيره جدا اللي هي الروم والبي روم والاي سكوير بي روم والفلاش ميموري، وهنلاقي من الرام يا اما هلاقي دايناميك رام اللي احنا بنسميها المين ميموري او اللي احنا بنطلق عليها الرام بتاعتنا، او هنلاقي منها ستاتيك رام. ده حتى الدايناميك رام في منها الدي رام والدي دي رام والاس دي رام، بنسميها السنكرونس دايناميك رام او الدي دي رام اللي هي الدبل ريد دايناميك ريد اكسس ميموري. حاجات كتيره جدا ان شاء الله هنتعرض لها لما نجيلها في وقتها. وهنلاقي برضو نوع من انواع الميموري اللي هو الهارد ديسك والفلوبي ديسك والدي في دي والسي دي والحاجات دي كلها. مفيش مشكلة، هنستعرضها ان شاء الله لما نجيلها في وقتها. كل ده بنسموها اجزاء طرفية، سواء كان فلاش ديسك، ديسك درايفر، الحاجات دي كلها هنجيلها في وقتها ونعرف ان هي عبارة عن ميموري، لكن ميموري من نوع خاص، ما هياش مصنوعة من سيمي كوندكتور ماتيريال زي الميموري بتاعتنا اللي هي الرام والاستاتيك رام، لا هنلاقيها مصنوعة من اللي هي الماجنتيك ديسك والحاجات اللي احنا ايه هنقولها ان شاء الله في ميعاد. الفصل الثالث هنتكلم على المكون الاساسي الثاني للكمبيوتر سيستم الا وهو السوفت وير، اللي هو مين؟ نظام التشغيل او اللي احنا بنسميه الاوبريتنج سيستم. احنا هنلاقي السوفت وير عامة يا اما هيبقى عبارة عن ابلكيشن بروجرامز اللي هي برامج التطبيق، زي مثلا اللي احنا بناخدها دي كلها وعارفينها زي الوورد وزي الاكسس والباوربوينت،
والماتلاب والاوتوكاد، برامج كتيره جدا اللي احنا بنستخدمها دي احنا بنسميها ابلكيشن بروجرام. طب يعني برامج بستخدمها عشان خاطر اعمل بيها فانكشن معينه. اما بقى السيستم بروجرامز، هو ده الاوبريتنج سيستم اللي انا بحطه على المكنه بتاعتي او جهاز الكمبيوتر بتاعي عشان اعرف عليه كل المكونات بتاعت الكمبيوتر، وبالتالي الكمبيوتر بتاعي يقدر يشتغل. هنلاقي ان السيستم بروجرام بيتكون من كومبايلر، هنعرف يعني ايه كومبايلر في وقته، وهنلاقيه بيتكون من اديتور، وهنلاقيه بيتكون من كوماند انتربريتر، هنعرف الحاجات دي كلها. نظام التشغيل برضه هيبقى له مجموعه من الاصناف هنقولها، ومجموعه من الوظائف وخدمات بيقدمها، وبعد كده الواجهه بتاعه نظام التشغيل بيبقى شكلها عامل ازاي. وبعد كده برضه هنتكلم على تركيب نظام التشغيل، الناس بتركب نظام التشغيل بأي طريقه. في الفصل الرابع هنتكلم على الويندوز. خلاص بقى احنا اتكلمنا على نظام التشغيل، واتكلمنا على مكوناته واصنافه ومميزاته والخدمات اللي بيقدمها وتركيبه. هنبدا نتكلم بقى على نظام ويندوز اللي الناس او اكتر من 95% من العالم بيستخدمه. هنتكلم على مميزات الويندوز بصوره عامه، سواء كان ويندوز 7 او 10 او ايا كان. هنشوف الحاسب بيشتغل ازاي، هنشوف شريط المهام، هنشوف استخدام الفارة، هنعرض الملفات والمجلدات وهنرتبها. هنشوف بقى الترتيب بيبقى عامل ازاي، ترتيب اللي هو اللي اسمه ايكون بريفيو والليست بريفيو والتايلز بريفيو والكونتنت ايكونز، الحاجات دي كلها هنشوفها وهنشتغل عليها عمل ان شاء الله طول ما احنا بنشرح ازاي اصنف الملفات وازاي ابحث في الويندوز بتاعي. في الفصل الخامس هنتعامل مع الملفات بقى. هتعامل معاها ازاي؟ انا هفتح ملف، هغير اسم الملف او اسم مجلد ايا كان، يعني من عندي اما فايل اما فولدر، واللي بيسري عليهم بيسري على حتى جميع الفايلز او جميع الفولدرز او حتى البارتيشنز بتاعت الكمبيوتر. هنكون مجلدات متداخله، هنشوف ازاي نحذف فولدر، وبرضه ازاي نحذف ملف اللي بيسري على واحد بيسري على الكل. وهنشوف المكتبات اللي هي موجوده عندي في الويندوز، وهشوف ازاي اكريت مكتبه، هنشوف ازاي ننسخ ملف او فولدر، ازاي ننقله يعني اعمل له قط، وازاي اعمل له بيست او لاسك، الحاجات دي كلها هنشوفها، كوبي وبيست وقط والحاجات دي كلها. ازاي احدد مجموعة متجاورة من الفايلز او من الفولدرز، الملفات والمجلدات يعني، سواء كانت متجاورة او غير متجاورة او ايكونز حتى، يعني الحاجات دي كلها ان شاء الله هنشوفها وعضو ونعملها عملي. عكس التحديد، لو انا مثلا عامل تحديد لمجموعة من الفايلز او الفولدر وعايز اعكس التحديد بتاعها، نشوف نجيبه ازاي. سهلة المهملات هنتكلم عليها، وازاي بعمل ديليت لفايل وحاجات من دي، ازاي استعيد الفايل اللي انا عملت له ديليت من الريسايكل بن، ازاي احذف الفايل او الفولدر حذف نهائي. في الفصل السادس هنتكلم على لوحه التحكم. هنقعد بقى ايه نتكلم، يعني نشوف بقى نلعب شويه في الويندوز كده، نغير خلفيه سطح المكتب، نجيب السكرين سيفر او اعمل سكرين سيفر واخلي الكمبيوتر مثلا لو انا قعدت مثلا دقيقه او 30 ثانيه او اكتر او اقل من غير ما استخدم الكمبيوتر، فيجيب لي شاشه التوقف اللي هي اسمها سكرين سيفر. ازاي اغير في الوقت والتاريخ، ازاي اضيف لغه، ازاي اعدل في كلمه السر او حتى انشئ كلمه سر جديده، ازاي اشوف الجيجست اللي هي الادوات اللي موجوده على سطح المكتب، وازاي اعمل نسخ احتياطي للملفات في الويندوز عندي. الحاجات دي كلها هنشوفها لما ندخل على الكنترول بانل او لوحه التحكم، ونشوف الحاجات دي كلها ونجربها بايدينا مع بعض. بعد كده هنتكلم على الويندوز الوورد. الوورد هو تطبيق مهم جدا جدا في الباكج اللي عاملاها شركة مايكروسوفت، عاملة لنا باكج اسمها مايكروسوفت اوفيس. الاوفيس ده من ضمن البرامج الحلوة قوي قوي اللي فيه الوورد اللي كلنا بنستخدمه، مفيش حد فينا ما بيستخدموش. هنيجي بقى على الوورد نتكلم فيه شوية بالتفصيل. هنتكلم شوية نظرة كده في الأول، خصائص الوورد وازاي أعد مستند وافتح مستند جديد والحاجات دي كلها، وازاي أعمل تمبلت أو قالب زي هما بيسموه، ازاي احفظ القالب بتاعي ده، وازاي اغير في هوامش الصفحات. المفروض كل واحد فينا قبل ما يبدا يعد فايل الوورد بتاعه يبدا يظبطه يهيئه، زي حتى اللي بيطبخ بيجيب الاول الاطباق، يجيب الحلل بتاعته يقعد يغسل فيها. فاحنا نفس الحكايه، هنجهز البيئه بتاعتنا الاول، هجهز الصفحه بتاعتي اللي انا بكتب فيها،
هروح الاول اظبط الهوامش، ويعني ايه اقعد كده اشوف الدنيا هنعملها ازاي، بعد كده اغير في الهوامش الافتراضيه، اشوف تباعد الاسطر، عايز التباعد بين كل سطر وسطر يبقى قد ايه، اشوف خيارات التباعد الموجوده دي ازاي، اعمل كوبي وبيست سواء كان للتكست او سواء اللي هو نص يعني، او سواء كانت رسمه، وانسخها واقطعها وانقلها، الحاجات دي كلها ازاي، اتراجع عن الخطا ازاي، اضيف صفحه ازاي، ادمج صفحتين مع بعض بالنسبه للوورد ازاي، احذف صفحه فارغه، التنسيق بقى ازاي، انسق ازاي، اضيف نمط وازاي، احط سمه ازاي، اغير في حجم النص بتاعي ازاي، اطبق نمط ازاي، احط مجموعه من الانماط السريعه واغير فيها، وتطبيق السمه، والحاجات دي كلها هنشوفها ان شاء الله عملي واحنا بندرس الايه الوورد بتاعنا. القوائم، والقوائم مهمه جدا 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 واحنا شغالين بالنسبه للوورد، حتى بتفيدنا في الباوربوينت، ازاي اعمل قائمه سواء كانت مثلا قائمه لتعداد رقمي او تعداد نقطي او ايه، او اي قائمه باي صيغه انت محتاجها اللي هي موجوده في الوورد، والوورد بيعملها سبورت. بعد كده بضيف صفحه للغلاف، وبدخل على الهوامش واعداد الصفحه، هوامش الصفحه، تغيير هوامش الصفحه، ده كله ان شاء الله هنشوفه واحنا بنتكلم على الوورد. بعد كده ازاي اغير في اتجاه مستند، ازاي استخدم الاتجاه العمودي والافقي في المستند بتاعي بتاع الوورد، ازاي اجيب المسطره الافقيه والعموديه او ان اخفيها خالص من فايل الوورد بتاعي. بعد كده هنشوف ازاي نضيف هيدر او فوتر اللي احنا بنسميها رؤوس وتسجيل للصفحات، اضيف هيدر او فوتر في صفحة الوورد، هنشوف ازاي ان شاء الله، وبنعمل بتصميمات مختلفة، وبقعد بقى ايه اغير فيها على حسب الحاجات اللي بيسبورتها الوورد بتاعي. وكل ده بيتكلم على الهيدر والفوترز، ان شاء الله هنعملها كلها ونشوف، وحتى نضيف صفحات، نضيف صفحات فرديه، نضيف صفحات زوجيه، والحاجات دي كلها هنشوفها ان شاء الله مع بعض. تنسيق الصفحات، تغيير تنسيق ترقيم الصفحه، تغيير خط ارقام الصفحات، وكل ده هنشوفه، وازاله ارقام الصفحات وازاله رقم الصفحه. وبعد كده ندخل في الكتابه اللي هي مهمه جدا جدا لاي حد بيتعامل مع الوورد، هنشوف ازاي نحدد نص، ازاي احدد نص باستخدام الماوس، او تحديد عناصر في جدول، تحديد نص باستخدام لوحة المفاتيح، هوريك ازاي تتعامل مع لوحة المفاتيح وانت بتشتغل على الوورد، او ان احدد عناصر في جدول، تحديد نص في اماكن مختلفة، ده هنقوله زي بالظبط زي اللي احنا لسه قلناه من شوية، ازاي احدد عناصر متجاورة سواء كانت فولدر او فايل، نفس اللي بيحصل هنا بيحصل في الاسطر بتاعت الوورد برضه، تحديد نص في طريقة العرض اللي هو مخطط تفصيلي هنشوفه برضو، تحديد مستند بأكمله، تشغيل وضع الكتابة الفوقية أو إيقافه ده هنشوفه، إدراج بكل سواء كان حرف أو رمز أو شكل أو أي تيبل أي حاجة، جميع الإدراجات هنشوفها مع بعض. وبعد كده هنشوف الوقت الحالي وتصحيح الكتابة بأرقام كبيرة او باحرف كبيره، تحديد استثناءات للكتابه التلقائيه للاحرف الكبيره، ادراج وصله هنشوف الحاجات دي كلها، تطبيق الوصله تلقائيا، ادراج وصله اختياريه، تطبيق الوصله تلقائيا، كل ده ان شاء الله هنعمله بايدينا وهنشوفه مع بعض، ازاله الوصله وازاله الوصله تلقائي وازاله الوصله يدوي، وتنسيق الوصلات تلقائي، تنسيق الوصلات تلقائي كوصله قصيره، كل ده هنجربه ان شاء الله لما نيجي للوورد. والوورد تطبيق مهم جدا، مفيش حد بيستغنى عنه ابدا ابدا، كل الناس بتستخدمه، ان شاء الله هنشتغل مع بعض ونشوف عملي والناس تطبق وكلنا نستفاد ان شاء الله. المره الجايه هنبدا نكمل على اللي هي بدايه الكمبيوتر، وايه هو الكمبيوتر، وما هي مميزات الكمبيوتر، والاجيال التي مر بها ايه الكمبيوتر.